السلام عليكم ورحمة الله. إذا عندك الألارم هذا الانديكيشن هذا طالع عندك على الداشبورد، يعني إذا هاي العلامة طالع عندك على الداشبورد لازم تبدل أحد السناسر. ممكن هاي الداشبورد شايفينه، ممكن يكون عندك مشكلة في أحد السناسر، يا خالص بطاريتها، يا أنه عطلان، يا أنه مكسور، يا أنه في مشكلة. احنا عندنا هذا السنسور متوفر وموجود بالشارقة الإمارات صناعية 17 شركة المهندس، بنبدل لك السنسور هذا، بنبرمج لك إياه وبتبدله وبشتغل معاك 100%. لو الأربعة واحد منهن عطلان أو كلها عطلانات تفضل تعال علينا، لجميع أنواع السيارات شغال جدا بشكل ممتاز. طبعا احنا بنستخدم أداة هذه لبرمجة هذه السناسر، السناسر موجودة متوفرة عندنا 0971501679410.